السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزة؟ عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ بقى ايه اتغدينا؟ قلت بقى قومي يا بنتي ام سوزة، بقى ايه نضفي بقى المطبخ بتاعك واغسلي المواعين وهنضف الرخامة واملي الازايز واروق المطبخ يا حبايبي. محبش الكركبة في المطبخ ولا احب المطبخ بتاعي يكون مكلكع. قلت بقى ايه نضف المطبخ كده بالمرة واغسل المواعين بتاعتي. شايفين كمان صينية مواعين اهيت. هنزل بقى المواعين حط عشان كل المواعين على بعضها. اللايك بقى والاشتراك في القناه يا حبايبي، ما تنسوناش بقى اللايكات كده وشاركونا الفيديوهات حبايب قلب. نغسل الكوبايات الأول تمام. هغسل بقى المواعين، هبدأ بقى اخد المواعين كده واغسلها. خلوش عنها كده باللايكات يا حبايب قلبي، وشاهدين الفيديوهات كده وادخلوا في القناة التانية يا حبايب ونورونا فيها. القناة التانية روتينات الملكة سوزي يدخل فيها يا جماعة، قناتنا التانية عايزين نفعلها يا حبايب قلبي. شاهد الفيديو لآخره عشان خاطر ايه؟ عشان نكمل الساعات بتاعتي. المطبخ لما يكون نظيف رايقه وحلوه. خلصت المواعين اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. فضيت الحوض كله، شوفين كان في مواعين قد ايه. اغسل بقى الصينية ديت. نحط كده المواعين ننضفه كده. Thank you.
اهو البطنطه اللي زي الفل. مسحته الخامة مسحتها ايه وكي بس برضو مسحة السلك ده احنا كله كده مكان ايه ما كنت بعمل ايه هو نظيف بس انا حابة مسحته مسحة مسحة السلك كده حبيبي. محافظة عليه مش بينزل عليه ولا لحوم ولا وساخة ولا اي حاجة. اتبع الشيلات بتاعته. هجيب بقى المية حبايبي وامسح الارض. جبنا بقى المية يا حبايبي همسح على المطبخ. هجيب بقى شوية كلور وشوية ديتول عشان تعقم الموضوع كده وتنضف الارضية. كده حبايب قلبي كنت خلصت روقت المطبخ. قولي لي بقى رايكم خليته زي الفل. ودي بقى الازاز للتلاجة
كده حبيبي اكون خلصت الفيديو بتاعي، متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام يا حبيبي.